للمقابلات، المقابله ديال الامس. قبل ما نمشي لهذه المقابله ما فيها باس، غادي نرجع ما كاين مشكل، وغادي ندوي على الموضوع اللي مصدعين به، اللي هو ديال هذا غادي يقدم استقالته السي سميتو. فكتعرفوا الاخوه الله جميعا ان احنا في واحد الظرف اللي هو شويه صعيب. علاش هذا صعيب؟ لانه كاين كتعرفوا الذوينه ملي كتنوض، الذوينه اول من كيكون عليه الضغط هو الراجا. ملي كينوض شي واحد كيبكي، ملي كينوض شي وحدين كيبداو يبكيو، راه اول ضحيه كيكون هو الراجا. ديما تيبغيو يحكروا على الراجا، لا الراجل خصها تخلص الثمن. دونك راه كاينه الذوينه، وراك شفتوا الخرجه اللي ما كانتش بريئه، الحضور بعدا ديال اي تمنى اللي ما كانش بريء في المقابلات المحمديه، المسرحيه اللي دار ديال الجمهور بغى يخلق الشغب باش يشري الراجا واحد الويكلو، موراها مشى كيدير واحد اللقاء اعلامي اللي ما كاين حتى شي مناسبه ليه، ولكن بغى يبدا يلوح فيه المسامر ويلوح فيه عاوتاني الذوينه. اذا الناس تقعدوا، فهمتي، اذا تقعدوا باش يخلقوا لك ديك الذوينه. علاش؟ لانك غادي في مسار جيد في العصبه، ما خصكش تمشي في مسار جيد في العصبه، بل انه راه كتشوفوا انك يحاولوا يحيدوا لك حتى الدوزيام، ما تديش الدوزيام باش ما تشاركش في العصبه، فما بالك انه يسمحوا لك دابا انك توصل، الكارد فينال، وصل الدمي فينال، وصل الفينال. اذا راه شيء اكيد غينوضوا لك الذوينه. كتعرفوا الحكام راه باكي كيعطيونا في الانذارات اللاعبين، عدد اللاعبين باش ما يلعبوش، باش ما يكونوش في الديربي. المهم راه بزاف ديال الحوايج. اذا بين الحوايج اللي غادي ينوضوا لك بها الذوينه هي المشكل ديال السي الرئيس، ان الرئيس راه باغي يستقل، وراه ناوي يحط الاستقاله ديالو، راه كادر. فلحد الان الجو في الراجا هو جو سليم، ما كاينش شي حاجه علاش الرئيس غينوض يحط الاستقاله ديالو. علاش؟ لانه الا تندو على ما هو داخلي، فما هو داخلي عنده مكتب مديري خدام معاه، كاين منخرطين اللي منهم ناس اللي هما دخلوا معاه في الليجان تيعاونوه، وكاين الناس اللي هما ضد هذه القضيه، بغاو يتسناو حتى نهايه الموسم عاد يحددوا المصير ديالهم، واش يدخلوا للمكتب واش ما يدخلوش، واش يدخلوا للليجان وما يدخلوش، حسب الحصيله ديال الرئيس. هادو حنا عارفين حتى هما كاينين، اذا اتفقوا انه غادي يخليوه حتى نهايه الموسم ونشوف واش غيطرى. لحد الان الفريق لا يمكن الا ان يرضى عنه الجميع، فلماذا سوف يستقيل هذا الرئيس؟ اذا كان هاد الناس غادي يبقاو يطلقوا لكم نتوما بحال فيما يطلقوا لكم شي حاجه كتنوضوا على الشوشره، فلا ادري انا لماذا. واش حنا ربما واش ما عندناش شويه الرزانه باش شويه ندرسوا الخبر ملي كيتلاح في وسطنا، واش عنده احتماليه ديال الصحه او لا؟ هو السيميدو تا هو صحارة تيقول لك اخي ناسيك، صحيح ان الرئيس تلقى ضغوطات بعد استقالته من العصبه وعلى اثرها لوحه لمقربيه بالاستقاله. لا، ضغوطات جاش ضغوطات، اش غيقولي؟ غادي يقولي لا سير فحالك ما تسيرش الراجا، ما يمكنش. اذا شنو غاتكرش تكون الضغوط؟ غادي يقولي لا حكا خصك تراجع على الاستقاله، راه غتخلق لنا مشاكل وخلقتي لنا شوشاره، غتراجع على الاستقاله. هو راه باينه غادي يقول لهم بغيتي نبقى وعطيونا حقنا، راه 3 بوان ماشي صدقات عطيوها لينا، عطيونا 3 بوان ديالنا، راه القانون عطاها لينا، راه زوينه عندكم وجاي هذاك الموضوع نهضر عليه، لانه راه اللي تصنت، شوف راه منهم فيهم بوحدهم كيضربوا بعضياتهم، راه اللي تصنت لراديو ماس، وانا قلت دائما راديو ماس خصك تصنت ليه مره مره، ماشي معنى دخ كتقاطعوا في مره خصك تبقى تصنت باش كتعرف الناس اش كتقول عليك. راه ملي تصنت لراديو ماس راه تيقول بانه الحوار الاخر اللي كان ديال العمري راه كان تيهضر على الحكام ديال الماتش ديال السوالم ضد اسفي، بانه تم توقيفه، هناك اخبار انه تم توقيفه نهائيا عن الممارسه. فعلاش وقفوه كذا؟ بقى كيطرح الاسئله، غنرجع لهذا الموضوع. راه هذاك مؤشر انه كاينه الذوينه وكاينه سميتو. اذا ثلاث نقاط ديال الرجاء تنظن لا محيد عنها، ولا نقبل بتاتا ان لا يلجا الرئيس الى الطاس اذا ما رفض الملف استنافيا. اذا ما تاكد الحكم الابتدائي استنافيا ضروره من اللجوء الى الطاس. دونك هنا نكون واضحين، احنا ما عندناش مشكل سميتو سيدي، وقع اللي بغى يوقع، مستعدين لجميع الاحتمالات وجميع العواقب.